خليكي معانا على الخط، تمام. معانا المنتج الكبير احمد ادياري برضو على التليفون عشان عايزينه يوجه لك كلمه. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا، ازيك يا استاذ ادوار؟ ازيك يا حبيبي؟ اولا الف مبروك على المسرحيه وبعد غياب فتره كبيره، وانا عرفت ان انت قعدت شهور وشهور قاعد بتكتب في هذه المسرحيه. الحمد لله. يعني احنا يعني انا كنت متوقف وقت الكورونا، كنت ممتنع تماما عن ان انا اشتغل مسرح، لكن الحمد لله الظروف بقت متاحه وربنا ازاح الغمه وربنا يفتح علينا. ومبروك ليك ومدام سميه ولكل المشاركين في المسرحيه النجمه ان شاء سميه الله. الخشاب معانا على التليفون. الله يبارك في حضرتك، وانا سعيده جدا جدا، كلنا سعداء بجد يعني ان احنا بنشتغل مع حضرتك، لانه حاجه حلوه في تاريخنا ان احنا يبقى يعني اسم كبير زي حضرتك يتحط في السي في بتاعي، انا كسميه وكادوارد ككلنا احنا بنفخر بعيله عظيمه لها تاريخ، والله يرحمه الاستاذ العظيم ابو سعود الادياري، طبعا تاريخ كبير جدا، وحضرتك بتكمل المسيره. ربنا يخليك يا مدام سميه، رغم ان انا سامع الصوت طشاش عشان تبقى عارفه، لكن انا التقطت الحروف وجمعت الجمله. متشكر جدا. عايزين نعرف يا استاذ احمد اختيارك للفنانه الكبيره سميه الخشاب. ما انا عارف ان مدام سميه طبعا انا سامعها، بس هي ال 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 الكلام مش ما بيوصلنيش واضح. احنا عايزين نعرف بقى يعني هي وهي موجوده معانا كده، شفت فيها بديعه مصابني؟ يعني اللي عمل دور بديعه مصابني قبل كده النجمه الكبيره ناديه لطفي في فيلم بديعه اخراج حسن الامام. شفت في ايه في النجمه الكبيره سميه في الدور ده بالذات؟ بص يعني اولا هو يعني اكيد مواصفات مدام سميه الخشاب تقريبا كده بنسبه 99% متوافق مع المواصفات بتاعت بديعه مصابني، لكن احنا مختلف يعني مش نفس الطريقه اللي قدموا بيها في الفيلم قصه حياتي. احنا ما بنقدمش قصه حياه بديعه مصابني، ولكن انت مشترك في المسرحيه وهي اكيد قاريه المسرحيه، احنا بنقدم الكازينو اللي كانت فيه بديعه مصابني. لا، هي ما لحقتش تقرا، هي راحت مضت قبل ما تقرا من حبها فيك وفي الشخصيه. لا، هي اتحكى لها طبعا، مش معقوله هتكون وافقت قبل يعني هي وافقت قبل ما يعني ده معناه انها بتحب حضرتك بالتفصيل في المكتب يعني. فاحنا بنقدم الكازينو ده في ذلك العصر في الاربعينات بالظبط، كان الوضع ايه جوه المكان ده، كان بيتقدم ايه، كان كواليس هذا المكان، دي حاجه مهمه جدا ما حدش يعرفها. الشكل العام بتاع المجتمع المصري في هذا الزمن كان شكله ايه، وبيخش يتفرج على ايه، وايه اللي كان ناجح، وليه هي كانت مكتسحه، وليه هي كانت عامله عروض كلها ابهار. هي كانت بتقدم كل اسبوع بروجرام جديد، يعني لو انت ما جيتش الاسبوع ده خلاص اللي فات مات، ما حدش يعرف عنه حاجه. لك ان تعلم انها كانت بتقدم حفلات يوم الحد ماتينيه وسواريه، يعني كان مسرح بمعنى كلمه مسرح. وكانت يوم الثلاث بتعمل حفله نهاريه 10 الصبح للسيدات فقط. واو، ده كان برضه شيء يعني ملفت للنظر جدا طبعا. يعني ان جمهورها صباحا وبعد الظهر وبالليل ما كانتش بتتوقف نهائي، ما فيش يوم اجازه السنين دي كلها. قعدت في بتقدم مسرح استعراضي، نقلت تقريبا كل الشكل الاوروبي اللي كان موجود في باريس او في اسبانيا او في المناطق في البلاد اللي فيها المسرح الاستعراضي، نقلته مصر بديكوراته، حتى مصممين الاستعراض، مصممين الملابس، ولكن طبعا كان بتستعين بالنوابغ في الكتابه والتلحين في ذلك الوقت اللي هم المصريين في هذا الوقت يعني. أكيد. فأنا يعني الحقيقة الموضوع مش لأني قريت عنه فعجبني عنه، يعني قريته في كتابه أو شفته في فيلم وثائقي أو لا، أنا والدي اللي هو أبو السعود الإدياري ظل يكتب لهذا المكان كازينو بديعة 17 سنة متتالية، فكان بيقدم هو البروجرام الأسبوعي ده اللي كان الناس بتشوفه، سواء مسرحية أو سكتشات أو مونولوجات أو أغاني أو استعراضات، هو اللي كان بيكتب هذا الكلام. فأنا قعدت بقى مع نفسي منغلق على نفسي كده أقرأ مؤلفاته لمدة 17 سنة في مكان واحد. واو.
معايا؟ اه معاك. انا معايا. فانا من خلال الواقع الحقيقي اللي انا قريته، انا كتبت المسرحيه بشكل يوصل للجمهور في 2022. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com او اتصل على الارقام التاليه. الفا، قنوات الاسره العربيه.